السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم ايس زي، ورجعت لكم يا شباب بالحلقه التاسعه من لعبه مارفل سبايدر مان. فلتشوف قبل ما نبدا تضغط زر اللايك والسبسكرايب، وخلونا نكمل يا شباب. بسم وصلتني الله. مهمة مهمة جدا النهاردة. فاكرين الهمجي ده اللي اسمه كان عندنا مهمتنا الرئيسية اللي هناك، بس لكن باين عليها مرة بعيدة يا شباب، فأنا أشوف إنه أفضل نسوي لها فاست ترافل. أوكي كويس، هذه هنا يعني راح تقربنا بشكل قريب بشكل كبير. اوكي تمام، يعني شايفين كمان الشباب يعني الزي الجديد اللي جبته. انا من اول صراحه كان نفسي افتح الزي ده، مره حلو. شايفين كيف اسود باسود كذا، مره رهيب. يعني من الاشياء الحلوه بالزي ده كمان يقول لك انه يعني بالتخفي يعني ساعدك بشكل كبير. باين على مرتفع. اوكي باين انه فوق هنا. اوكي ايش فيه هنا؟ طيب كده ممكن اوصل لمكتب نورمان. ما اقدرش ادخل من غير ما اوقف انظمة الامن، بس لو شافوني هيقفلوا المكان كله. بقى قادر على اختراق وحدات الشبكة الأمنية من بره. اوكي باين انه لازم نهكر الشبكة. طيب اهي كابلات شبكة الاتصال، همشيها علشان اوصل للوحدة الأمنية. اوكي خلينا نجرب اول شيء نطلع لفوق. احنا اهو وحدة أمنية، واضح ان في أربعة منها حوالين المبنى. اها هو باين انها أكثر من واحدة. هيسهل الموضوع. في ايه؟ فريق سامور ألفا استعدوا، غالبا في مشكلة في الكهرباء. مفهوم. يا ساتر لازم ننتبه منها. وأنا اللي افتكرت الموضوع سهل. والله والله يا شباب صدفت معاه ذاك ما جا فيني. اوكي اوكي هذا ثاني صندوق عندنا. فين؟ هذا ثاني صندوق. إلى كل فرق سامور، واضح إن في مشكلة في البرنامج، هنتصل بمتخصص. هو لازم بس كل عليه يطلع لفوق. ناس هتلخبطوني. اوكي اوكي على فوق. هذا ثاني واحد. ايه؟ اوكي تمام ان شاء الله ما يشوفونه. في حد بيتحكم في الانظمه الفرعيه. يا لطيف. الناس كلها بقى عندها متتبعين الايام. الى فرق السمور، عايز تقرير بالوضع. المسح الخارجي سلبي. ما فيش حاجه. لسه في مشكله في البرامج. في مش عارفين. في واحدة هنا، في واحدة قريبة هنا. ويلك واحدتين كمان على بالي باقي واحدة. اوكي 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 اخترق المكان. اوكي هذه الثالثة. مش ممكن. سريع بطل. انا محتاج فريق يفحص الدور ال 58. يا ساتر الهليكوبتر دحين كمان، هم كل مالهم يكثروا البحث. لازم اتحرك. اهلا يا جاي. انا مشغول شويه. هقول لك بسرعه، انا عارفه مكان تشارلز ستينج. افتكر لو وصلت له. اوكي اوكي ان شاء الله ما يشوف. اوه ابو الحظ والله يا حظ. طيب والله يا حظ بصراحه اليوم مره حلو. اهي اخر واحده. اوكي تمام. هي خلاص احمد انا ادخل مكتب نورمان، واتمنى الاقي معلومات اكتر عن مورجان مايكلز ودافلز براد. المسح الخارجي سلبي، هو لازم نقفل تماما؟ لسه شوية، مستر أوزبورن معاه مكالمة مهمة، كملوا التتبع، أكيد في حد هناك. أوكي تمام دخلنا. استنى، لازم نتحول للخط السري. باين إنه في أعداء هنا. كتير يا ويلسون، قلت لرجالتي يفتشوا ملفاتك، ولو فضحت اتفاقنا في الشغل، هتكون شهادتك ضد شهادتي. مش انا الشخص اللي مسجون دلوقتي على فكره. استنى، هو نورمان بيكلم ويلسون فيسك؟ بتقول ايه؟ هو انت بتتكلم عن ايه؟ هذا هو تمام. بيت المزاج اكيد بيتكلموا عن الملف اللي لقيته ام جي. يا ريت الكمبيوتر بتاعك يعرفنا اكتر. لقيتها.
كوكب انه احنا دحين مكتبه جي ار 27. دكتور مورغان مايكلز هو اكبر عالم، بس موقع المختبر محجوب. الذكاء الصناعي مسيطر على كريسبر، لو نجح فعلا هيقدر يعالج اي مرض وراثي. التلايوفيلكيسي مرض هانتينغتون ده رائع. ما ساتر ايش ذا كله، وين هذه البحوث؟ جي ار 27 هو ديفلز بريث، اتصمم لعلاج الامراض، بس النموذج الحالي بيشبه الاسلحه البيولوجيه. دكتور مايكلز شايل معاه العينه الوحيده طول الوقت، عشان كده ليه عايزه. نلاقي مايكلز، نلاقي ديفلز بريث. اوكي تمام، باين نكمل المهمه. اهلا بيت، ايه الاخبار؟ الليفل حقه صار 21. تمام ما كانش متصمم علشان يكون سلاح، هو علاج للاضطرابات الوراثيه، لكن النموذج الحالي مش مكتمل تماما. في محاوله لعلاج الجسم بيقوم بتدميره. لازم نوصل لدكتور مايكلز. انا مش بثق في امتلاك الصمور لسلاح فتاك زي ده. انا اظن ان عندي معلومات. تشارلز دانش محبوس في مجمع الصمور في سنترال بارك. اكثر واحد عارف مكان مايكلز هو المدير المالي اوسكار، وانا هحاول اوصل له. توصلي له؟ المكان ده مليان حراس، ازاي هتوصلي له؟ بهدوء شديد جدا، لازم امشي يا شريكي. التسلل لمبنى الصمور، الموضوع ممكن يسوق بسرعة، أنا لازم أتجه لسنترال بارك. أوكي 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 تمام. طيب المكان اللي نبغاه، خلينا نشوف يا شباب إذا في فاست ترافل. لا والله مرة بعيد، ولا مرة ما عمره رحنا هنا. أوكي أوكي ما لنا إلا نروح له. يعني شباب زي ما انتم شايفين كمان، يعني انا كل حلقة احاول اني احط لبس جديد، يعني في كل حلقة ان شاء الله يعني راح احاول اني احط لبس جديد. وهو في اكثر من لبس، يعني بعد كل مهمة تقريبا يدوك لبس جديد. بصراحة كلها حلوة. عقل بامكانيات غير محدودة محطوط في جسم متكتف. تخيل ايه اللي ممكن يعمله العقل ده لو اتحرر. واحنا بنطور الواجهه العصبيه لازم نفكر في اللي ابعد من استنساخ الجسم المادي. بدل كده لازم نغوص في الخيال والاحتمالات، نغوص في العقل. ما شفتش الدكتور متحمس لمشروع كده، اتمنى ما يكونش متحمس زياده. اوكي هو ذاك المكان، كان غريب صراحه. بهدوء شديد جدا، لازم امشي يا شريكي. ستاندش في حتة قريبة، لازم اعدي الحراس. هشوف توم بيتا يشتغل ولا لأ. اوكي هذه مهماتها دائما ام جي كلها تسلل. اكيد انه حتى بهذه المهمة راح نتسلل. الفتحة في السور مبشرة، محتاجة بس اشغل الحارس. صاحب فكرة كهرباء. اوكي روح لهناك. ايه ده؟ وسع لي الطريق. يا سلام عليك. تمام اوكي 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 حلو، دخلنا. اي لك في اكثر من واحد هنا. علم ضيف. ايه ده؟ هي هي سريع سريع. كده حمد انا مر ان شاء الله، مع انه في واحد ثاني. انا عدى لازم رميله. هيا روح قبل ما يجي صاحبك روح. اوكي هو كده اصلا مو شايفنا. حلو حلو تمام. مفيش حاجه. هيا هيا اطلع اطلع سريع. هو ايه ده؟ تمام. الشياطين بيقتلوا أي حد ليه علاقة بديفلز بريث. ستاندش في خطر حقيقي.
فهم وقت الحركة. ستاندش، كنت عارفة لازم أوصل للخيمة دي. يا مجنون، والله الخيمة مرة بعيدة والحراس مرة كثير هنا. أوكي، أنزل من هنا. ستاندش آمن يا فندم. امنع الاتصالات برضو، مش عايزة الصحافة تسمع حاجة عن مايكلز أو ديفل بلس. زفت، مولد الكهرباء تعطل. مش هيتلخم كتير. تحرك. يا السلام عليك. أوكي تمام، عدنا من عندهم الحمد لله. إيه النظام؟ الحاجة هتكون جاهزة؟ يا السلام، تعال على هنا. لا، هذا ما شفت، هذا ما شفت، الله يستر. ليلف، أنا فعلا محتاج قهوة. روح خذ لك قهوة ولا تشوف أنا. أوكي تمام، ما شاف الحمد لله. كان المفروض نوصل شمال المدينة من نص ساعة. العربية هتتحرك، هستخبى وراها. وراها مين؟ يلا والله ما رحت، استخبأت ورا العربية. اوكي ان شاء الله حتى كده صح. اي يهو، ما انت شايف شيء يهو. اها، بدل الميلو يروح لهنا. القيادة، سمعت صوت. شوف، ابغى ذاك يروح شوية جاني ذا. كلكم تروح على هناك. ده كان ايه المشكلة ده؟ يا الله، لا توما جاء. بسمع حاجات. ايوه صحيح، تسمع حاجات. خلاص روح لوف. لا 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 لا، نشبي رحت من هنا. نجح. اوكي تمام، فين على فوق؟ ايوه تمام، الحمد لله ما شافوني. تشارلي على السطح عشان ينقلوا دكتور مايكلز يا فندم. يا من هنا اروح. تمام كملوا تفتيش. اوكي ده باي، لازم نرمي له ده. القيادة، انا شايف حاجة. اي ما انت، لا كيف شافني؟ وانت دسيت زين انا. اوكي ان شاء الله الحين ما راح يشوفوني. برافو تشارلي على السطح عشان ينقلوا دكتور مايكلز يا فندم. زود واحد. اوكي انت روح من هنا. طيب تمام، خلينا عاد هذه المره ندس زين. وفين المدس؟ على هنا. ايوه خلاص، عاد احنا اكيد ما راح نشوف ان شاء الله. ما فيش حاجه هنا، الدوريه مستمره. لا هذا جاي، خلينا نرمي له هنا. روح على هنا. هو اكيد ما راح يشوف ان شاء الله. حلو. الحمد لله عدنا من عندهم. البيوت الآمنة. اوكي لو نصور مايكلز في واحد منهم، ستاندش ممكن يعرف في انهي واحد. دي خيمة ستاندش. انا فعلا مش مصدق ان مايكلز شايل ديفلز بريث معاه. اوسبورن ما بيثقش في حد تاني عشان يأمنه. انا اتمنى انه كان فيكم اللي راح يجي تاني. هو في ايه في الانوار؟ اوكي تمام، يا لطيف. الحين كيف راح اعدي انا؟ اوكي الحين لا، يا الله ان شاء الله ما يشوفوني اللي بالسياره. تمام. انا قربت. يلا قربنا. يلا الله، هو عده. اوكي انت هنخليك تروح على هناك، بس خايف خويك يسمع. ان شاء الله انه مكانه هنا صح. يا السلام. تمام سريع ليه شوف انا ذاك، ان شاء الله ما شاف انا. الخيمة بدنا ندخلها من هنا. يا لطيف، مفيش حاجة هنا، الدورية مستمرة. اوكي بدنا ندخل. يا سلام دخلنا، حلو. ما
تشارلز ستانديش؟ زفت. تشارلز، فين دكتور مورغان مايكلز؟ ليه بعتك؟ مش كده؟ لا. لو عايز يقتلني قولي له يعمل كده بنفسه. أنا مش في صف الشياطين ومش مع السمور، أنا صحفية وعاوزة أمن عليه زيك بالظبط. يا واتسون، سمعت عنك قبل كده. السمور مش هتسمعني. محتاج إذا مايكلز في باوري هينقلوه المخبأ جديد بكرة الظهر، بس هي متجاهلة جراند سنترال تماما. جراند سنترال؟ الشياطين كانوا بيتكلموا عنه لما مسكوني وأنا محجوز. هم رايحين هناك عشان يجيبوا. هيجيبوا إيه يا تشارلز؟ الشياطين عاوزة إيه من جراند سنترال؟ هو ده؟ إيه ده؟ تشارلز! أوه! إيه ده؟ ده ما كانش من رجالة السمور، أكيد مش منهم. أنا سمعت حاجة. آسف يا تشارلي. طيب وقت التحرك. لا استنى، هو يعرف حاجة. دي أكتر المرات اللي ارتبكت فيها في حياتي. ام جي مش مبسوطة. حلو حلو، نقزنا الليفل 22 مرة. تمام. صحيح. حاجة كمان، آسف تشارلي، يعني تضرب واحد وتدمر لي البحث بتاعي وما تقولش حاجة غير آسف تشارلي؟ هي كل حاجة عندك تهريج؟ ام جي، لا أنا غلط، قلت كده عشان أشيل التوتر. إزالة التوتر صح؟ هو ده بالظبط اللي خلانا نسيب بعض. افتكرت إننا سيبنا بعض عشان تركزي في شغلك. سيبنا بعض لأنك بتعاملني زي الأطفال. اعملي ده يا ام جي، ما تعمليش ده يا ام جي، ده خطر يا ام جي. أنا يمكن ما عنديش قوة خارقة زي العنكبوت، بس على فكرة أنا مش ضعيفة قوي كده. اتسللتي وسط جيش عسكري. عارفة، ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده دلوقتي أرجوكي؟ عرفتي أي حاجة بخصوص دكتور مايكلز؟ ماشي، مايكلز موجود في باوري، السمورة هتنقله بكرة الظهر. جميل. حاجة تانية؟ كان بيقول حاجة بخصوص جراند سنترال قبل ما اجي؟ هو لا ولا حاجة. انا لازم اقفل يا بيتر، قدامي وقت قليل. بيتر، ده دليل على انها لسه زعلانة. بيتر. طيب يا شباب، وكذا وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية شباب على المشاهدة. أتمنى شباب الحلقة نالت إعجابكم، وإذا نالت إعجابكم يا شباب ما تنسون تضغطون زر لايك وسبسكرايب تدعم أخوكم. أنا بإذن الله يا شباب أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله يا شباب. I'm out. Peace.